كل يوم نطلب دليفري، انا اتليست بكثير اوقات بكون كل يوم عم بطلب دليفري وبنزعل انه بيجوا بباكجز بينكبوا بعدين. فاجت انيشيتيف تفكر كيف فيها تخفف الكوست على البزنس تبع الدليفري باكجز، وكرمال نحن كمان اذا عندنا هالريسبونسبيلتي ما نكون عم نزعل انه عن جد عم يجينا كثير اشياء بلاستيك وعم نكبها. شادي كاعي، كيف الطاقه؟ والعاني شادي، قلنا باي بروجرام انت كنت، وكمان كرمال نرجع نشوف البيتش تبعك. اوكي، انا كنت مع كلينرجي و unfortunately وقفنا مع الـ end of phase 1. We didn't go to phase 2. But تعلمنا كتير واستفدنا وهلأ بتشوفوا كمان. ما بيأثر هيدي، مش unfortunately. تعلمتوا كتير ورح تضلكم مكملين، صح؟ صحيح، أكيد. great. رح أعطيك لألك تعمل الـ تعمل الـ pitch. Yeah. Go. Yeah. شادي، مش سامعين. شادي؟ Yes. مش سامعين. ممكن بدك تعلي صوت اللابتوب أو لا، يمكن في شيء لازم أعمله. One second. يلا رح شوف إذا زبطت معك. إذا ما زبطت بعت لي إياها إذا بدك بالشات. جرب. ماشي؟ إيه بس ما في صوت. شادي، بعت لي إياها بالشات، بعمل لها داونلود أنا. بهيدا الوقت بسألك الأسئلة يلي عنا إياهن. إذا بدك أعمل ستوب شيرينج للسكرين تبعك، أوبن يور كام، بعت لي اياها بالشات ومنكمل حديثنا انا وياك. بعت جود. شادي، رح بلش بالاسئله قبل ما نفرج البيتش. شو تغير بالبيتش تبعك من اول ما بلشنا بالبيتشينج كلينكس، وشو النصايح يلي بتعطيها لحدا تاني عم يعمل بيتش من بعد الاشياء اللي تعلمتها ديورينج اور كلينكس؟ اوكي، البيتش تبعي يتغير راسا على عقب مثل ما بيقولوا. صار في ستوري لاين، في قصص ما كان إلا لزوم شلناها، ويمكن بعد في قصص بدها شوية تحسين. واللي استفدت منه كتير هو البراكتس. وبعدني كل مرة بعمل براكتس بحس إنه بعد في شيء لازم يتحسن. في مثلا أوقات بحس إنه بينقطع نفسي بآخر الجملة، في أوقات إنه في جمل بدها تزبيط، مع إنه بكون محضر سكريبت بس بقول إنه لا، بعد لازم زبطه أكتر. فالالتزام بسكريبت كتير أساسي وقت يكون واحد عم يعمل بيتش تبعه، يعني خاصة للأشخاص يلي ما عنده إذا بدك الاكسبيرينس بالوجود على المسرح أو قدام كاميرا أو قدام أي جوري. يعني فواحد نطو امبروفايز بتساعده إنه يكون هيك يبين ناتشورال ويكون كوميتد للسكريبت اللي عنده. great. وان كان بالكومبوننتس، اما بالستراكشر تبع البيتش، في شيء بتحب تشارك فيه؟ اكيد في اوقات كثير نفكر انه يعني البروبلم هي شيء اساسي بالبيتش، بس كمان السوليوشن لازم تو امفاسايز عليها وتو ميك ات كلير يعني اكثر، لانه اوقات نبقى محمسين انه بس لازم نحط سوليوشن. لا، البروبلم كمان كثير اساسيه ولازم نركز عليها، تركز لانه هي بتعمل ريفلكشن على قد ايه اهميه السوليوشن اللي عنا اياها. ريت رح حضر البيتش، ومن بعد ما يصير العالم يعرفوا اكثر شو هي دليفرين، بنشوف كيف فينا نساعدك. The food is tasty, but the packaging is wasty. Hello, I asked my friends why do they order food delivery? To reduce some kilos, to have a healthy lifestyle, or to save time to meet friends and families. Their problem could be solved, yet another problem is created by the food business.
We visited a diet center to check his daily operation and pains. At Surmir, they use 8 plastic containers on average per serving, and they have around 200 subscribers. This generates more than 6 trucks of plastic waste yearly. What about the cost? $1.8 per serving, $360 spent daily, and $11,000 is a monthly bill. Not to forget the lack of availability due to financial crisis in Lebanon. Like Surmir, we have 100 diet centers officially enrolled with the syndicate of dietitians in Lebanon. They spend more than $28 million per year on monouse food plastic containers. It's time to introduce our delivery in reusable food containers. They can be used 1,000 times, BPA free, and they are microwave and dishwasher safe, and of course, recyclable. Each diet center is supplying fresh daily meals based on contract. Their daily delivery cycle is suitable for the introduction of reusable meals container. Alongside the daily deliveries, diet center will collect back previous day's serving. Then we do our job to collect, wash and sanitize, and return to stock. Each diet center will be saving 25% from the usual monouse plastic bill. We will be operating in the remaining 75%. 40% will be enough for our operation, and 35% will be our profit. Currently, we lack of competition in this field in Lebanon. Our future competitors could be diet centers themselves or food delivery services. We believe they might reconsider doing it themselves due to high setup fees, expensive cost of containers, and extra overhead not fully used. To make this happen, Elodie will be handling the PR and market research. George owns a logistic company and will be sharing his fleet, and I will be full-time dedicated for operations and follow-up. Our European colleagues will be consulting us in the first phase and help us in the expansion to France with Mark and Italy with Francesco. We are also relying on 2 advisors, Maria for food safety and Johnny for packaging. Firmin already signed a letter of intent to join our mission. We also have high interest from 3 other diet centers, and we will continue with direct PR after kicking off our project. We can invest from our pocket 15,000, and we need an additional 50K to reach 10 diet centers or serve 1,000 end users. Be part of the solution, not part of the pollution. Thank you. شادي عطول كان عنده هدول السلوغنز تبعوله ببلش فيهم وبينهي فيهم. شادي أول شيء في شيء أبديتس عن دليفرين مش موجودة بالبيتش؟ صراحة هلا we are looking for a fund for a partner يعني وكمان عم نشتغل to have another optimized container. The cost of the container coming from abroad, we are trying to find another alternative يعني, or to build another one in Lebanon. لأنه هذا هو التحدي الأساسي تبعنا. وهذا التحدي الأساسي تبع الـ diet centers يلي هو عم بيواجهوه من وراء الـ financial crisis بلبنان. So نحن عم نجرب نشوف إذا بنقدر نصنع شيء حتى فيه يكون مش بلاستيك. نحن هلا عم نجرب نشوف إذا بنلاقي شيء بالإزاز. عم نشتغل مع معمل الازاز بطرابلس لنشوف اذا نقدر نعمل قالب لنا ويكون عندنا برودكشن فهيدا الريسيرش اللي عم نشتغلها بالوقت الحالي وكيف فينا نساعدك بغير اشياء we need some financial support اكيد والانتربرينورشيب كوميونيتي بتقدر تكون عم تساعد بهذا الموضوع يمكن كمان اذا حدا عنده هينتس او حدا عنده كونكشنز يقدر يحطونا معهم بالبرودكشن of container او abroad او بلبنان good good luck شادي اي كلمه اخيره قبل ما نقول لك باي thank you يعطيك لا appreciate your support to keep up your positive vibes thank you شادي have a great day